السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب، ورمضان كريم عليكم كلكم. انا زميلتكم علياء عبد الرازق من الفرقة الثالثة، والنهاردة هنشرح لكم محاضرة بعنوان نيورو ترانسميتر. المحاضرة دي تاني محاضرة بايو، اول محاضرة من مجموعة محاضرات النيورو ترانسميترز. قبل ما نبدأ في المحاضرة عايزة اقول لكم اهلا بكم في مديول CNS، ربنا يجعله خفيف عليكم يا رب ويعدي بخير وسلام باقل خسائر. اعتبروني يعني جايلكم من المستقبل وبقول لكم انه هيعدي، يعني يمكن لسه بدري على الكلام ده، انتوا لسه بادئين المديول، بس هيعدي زي ما اي حاجة عدت، زي اللي قبل CNS معدة، زي اللي بعد CNS معدة. دايما فكروا نفسكم كده ان هو هيعدي، يعني اكيد في العبث اللي احنا فيه ده اكيد ليه نهاية في الاخر، بس اهم حاجة لما النهاية دي تيجي احنا نكون مريحين ضميرنا او مخلصين ضميرنا قدام ربنا ان احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، لو يعني في اطار الامكانيات واطار الحاجات اللي ربنا ادهلنا احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، ما ضيعناش وقت، ما ضيعناش اي حاجة، استغلينا كل النعم اللي ربنا ادهلنا ووظفناها صح وما قصرناش. بس عايزة افكركم في كده انه لما يعدي ولما النهاية تيجي تبقى واقف وراضي عن نفسك وراضي عن مجهودك وان انت ما قصرتش. لو كان في حاجة تانية تقدر تعملها كنت عملتها وما كنتش اتأخرت، بس هو ده اللي انت تقدر تعمله. وفي النهاية يعني ليس لك من الامر شيء. الجملة دي يعني تبان من مضمونها كده في الاول ان هي يعني تحس ان انت يعني جملة محبطة، بس لما تفتكر مين اللي بيدبر الامر في الاخر ومين اللي بايده الامر، ان الامر كله لله. ربنا هو اللي مدبر لك امرك، هو اللي كاتب لك هتجيب كام في CNS، هو اللي كتب لك اصلا ان انت هتجيب كام في ثانوية عامة وتدخل كلية ايه، هو اللي كتب لك هتجيب كام في CNS واللي بعد CNS واللي قبل CNS. احنا كل اللي علينا ان احنا نعمل اللي علينا مش اكتر، بس ان الامر كله لله. نبدأ في المحاضرة. المحاضرة بتاعتنا عبارة عن زي ما قلنا النيورو ترانسميتر. طيب اول حاجة ايه الاوتلاينز اللي احنا عايزين نعرفها في المحاضرة دي؟ ركزوا معايا في الاوتلاينز، يعني حطوها كده في دماغكم، واحنا او ممكن مثلا تكتبوها في ورقة، واول ما نعدي عنوان تعملوا عليه صح وكده، وكل ما نعدي حاجة نرجع نعيد عليها تاني. طيب اول تلات عناوين دول عبارة كده زي مقدمة عن النيورو ترانسميترز في الاول، يعني بنبني بيس كده لينا، وبعد كده هندرس اتنين نيورو ترانسميتر بتفصيل، هما الاسيتايل كولين والادينوزين. فاحنا عايزين نعرف كمقدمة عن النيورو ترانسميترز عايزين نعرف ايه. اول حاجة عايزين نعرف الديفينيشن، هنعرف ان النيورو ترانسميتر دي بتبقى شغالة على حاجة اسمها على ريسبتور، يعني فعايزين نعرف types of receptor، عايزين نعرف classification للنيورو ترانسميتر. احنا بنقسمها according من وجهة نظر البايوكيمستري، يعني بنقسمها على حسب الكيميكال نيتشر بتاعتها، ومن وجهه نظر الفسيولوجي احنا بنقسمها على حسب الافكت بتاعتها، تمام. بعد كده زي ما قلنا هناخد اتنين نيورو ترانسميتر ندرسهم، هما الاسيتايل كولين هناخده بشيء من التفصيل، والادينوزين هنت صغيره خالص. فان شاء الله يعني محاضره تكون سهله وصغيره. اول حاجه الديفينيشن بتاع النيورو ترانسميتر. طيب بصوا، ما تبصوش للكلام او ما تقرهوش، اسمعوني الاول. نيورو ترانسميتر هي عبارة ببساطة خالص، هي عبارة عن كيميكال سبستنس بتكوندكت او بترانسميت، ترانسميتر بترانسميت النيرف امبولس من حاجة اسمها بري سينابتك نيرون لبوست سينابتك نيرون. طيب احنا ما فهمناش حاجة ومش شايفين اصلا الكلام اللي انت بتقوليه، فاحنا مش فاهمين اي حاجة، احنا ما فهمناش غير كلمة كيميكال سبستنس دي. طيب بص، ايه بقى بري سينابتك نيرون وبوست سينابتك نيرون ده؟ يعني ايه اصلا كلمة سينابس؟ سينابس دي انتوا اكيد واخدينها في الفسيولوجي في المحاضرة بتاعت الفسيولوجي، بس هنقولها بشيء من التفصيل، او هنقولها دلوقتي يعني في عجالة مش بشيء في التفصيل ولا حاجة. اي اورجان في الدنيا بيبقى زي ما واصل له بلاد سبلاي بيبقى واصل له نيرف سبلاي، مثلا واصل له بلاد سبلاي، بلاد سبلاي واصل له، واصل الاورجان ده بيكونت بيكومينيكيت معاه ازاي؟
بيبقى هو الارتري بينتهي في الاخر بارتيولز، يعمل كابيلاري، الكابيلاري دي تعمل الفينيولز، والفينيولز دي تدي فين، وهكذا. طيب برضو احنا عايزين نعرف شكل الكوميونيكيشن بتاع النيرف سبلاي ده بيبقى عامل ازاي. اي نيرف بيبقى رايح يغذي التارجت اورجان بينتهي بحاجه اسمها اكزون، اي نيرف في نهايته حاجه اسمها اكزون اللي هو نهايه الخليه العصبيه دي. التارجت تيشو ده ممكن يكون، والله ممكن يكون نيرف على حسب، يعني انا رايح انا عصب رايح اغذي مثلا عضله اقول لها انقبضي فالتارجت تيشو بتاعي مصل، او رايح اغذي رايح مثلا اغذي جلاند فالتارجت تيشو بتاعي هي جلاند. العضله ممكن تكون سموث مصل او كاردياك مصل او اي او سكيتال مصل او ايا يكن يعني، او جلاند او اي تارجت تيشو. حتى الكوميونيكيشن ده ممكن يكون ما بين النيرفات وبعضها، ما بين النيرفات وبعضها عشان يعني تنقل الاكشن بوتنشال او الاشاره العصبيه على طول العصب ده. فالاكزون ادي ده الاكزون بتاعه، التارجت تيشو اللي هو ده هو هنا في الصوره هو عامل كونتاكت او السينابس دي ما بين اتنين نيرون. فاكرين اصلا السينابس دي كنا بناخدها في ثالثه ثانوي اللي هو تشابك عصبي عصبي وتشابك عصبي عضلي، فده كده تشابك عصبي عصبي ما بين اتنين نيرف. ما بين الاكزون اللي فوق ده وما بين الدندريتك اللي تحت اللي هي في الاخر اللي هي الدندرايتس دي، تمام. طيب الاكزون ده بينتهي بانتفاخ كده اللي هو الانتفاخ ده بنقول عليه بري سينابتك نوب. طيب بعد كده التارجت تيشو دي الحته اللي بتجيت كونتاكت معاها بنقول عليها بص سينابتك جتر، وما بينهم هما مش لازقين في بعض كده، لا ده في ما بينهم سبيس، السبيس ده بنقول عليه سينابتك كليفت. يبقى مكونات السينابس دي تاني عباره عن ايه؟ عباره عن بري سينابتك نوب الانتفاخ ده، بري سينابتك نوب، وبص سينابتك جتر، تمام، وما بينهم السبيس اللي في النص ده اسمه سينابتك كليفت. طيب البري سينابتك نوب او الانتفاخات دي الانتفاخ اللي في نهايه الاكزون بيبقى جواه حويصلات او فيزيكلز كده اللي هي الفيزيكلز البيضه دي، الفيزيكلز دي جواها نيورو ترانسميتر. طيب البص سينابتك جتر بقى يبقى موجود عليه اللي هو البامبا ده والاخضر ده، بصوا اللي هو الموجود على البص سينابتك جتر ده بيبقى موجود ريسبتور، الريسبتور ده مستقبل يستقبل النيورو ترانسميتر. طيب نوسع الكلام اكتر، احنا قلنا ان النيورو ترانسميتر ده بينقل النيرف امبولس او بينقل الاكشن بوتنشال، فالاكشن بوتنشال اول ما يوصل للاكزون تيرمينال ده بيأكتيفيت هنا في حاجه كده اسمها فولتج جيتد كالسيوم شانل على طول اللي هو البري سينابتك نوب على السيل ميمبرين يعني بتاع البري سينابتك نوب، في الكالسيوم شانل اللي هي الخضراء دي بتبقى فولتج جيتد كالسيوم شانل، من اسمها فولتج يعني بتشتغل بالكهرباء، يعني اللي بيعمل لها اكتيفيشن هو الاكشن بوتنشال. اول ما الاكشن بوتنشال يوصل للاكزون تيرمينال بيروح على الكالسيوم شانل الموجود على السيل ميمبرين يعمل لها اكتيفيشن فتفتح فتدخل كالسيوم جوه البري سينابتك نوب دي. فلما تدخل كالسيوم الكالسيوم ده بيعمل ايه؟ بيروح على السينابتك فيزيكل اللي هي هنا اللي دي اللي كان قلنا ان هي مخزنه جواها نيورو ترانسميتر، يروح مفجر السينابتك فيزيكل دي ياخدها لحد السيل ميمبرين كده اهو، ياخدها وتقوم مفجره النيورو ترانسميتر، يقوم مفجرها يعني مطلعه نيورو ترانسميتر عامله له ريليز جوه السينابتك كليفت. بعد كده يجي النيورو ترانسميتر يروح يمسك على الريسبتور موجود على البص سينابتك جتر، يروح يمسك في الريسبتور، فلما يروح يمسك في الريسبتور يعمل الاكشن بتاعه. فهو كده انا كده نقلت الاشاره العصبيه النيرف امبولس نقلتها عن طريق ماده كيميكال سبستنس. فتاني نرجع بقى نشوف نعرف اسمه ده النيورو ترانسميتر، يقول لك ان هو كيميكال سبستنس سيكيتد باي نيرون، احنا اتفقنا ان هو سيكيتد من الموجود في فيزيكل اللي هي الفيزيكل دي اللي هي الفيزيكلز دي بتبقى موجوده في البري سينابتك نوب. فهو سيكيتد باي نيرون ات سينابس، وعرفنا يعني ايه سينابس، تو كوميونيكيت ويز ايتش اذر اند ويز زير تارجت تيشو، يعني الكوميونيكيشن ده ممكن يكون ما بين النيرونز وبعضها اللي هي ويز ايتش اذر other and with their target tissue او اي target tissue تاني. احنا قلنا التارجت تيشو ده ممكن يكون مصل، ممكن يكون جلاند، او ايا يكن ايه هو التارجت تيشو، او ممكن يكون ما بين النيرفات وبعضها، تمام.
ادي كده اول عنوان معانا اللي هو كان ايه، كان الديفينيشن. نرجع نقوله تاني، نيو ترانسميتر ده عباره عن كيميكال سبستنس سيكيتد من النيرون عند السينابس، وبتكوميونيكيت النيرونز مع بعضها او ممكن يكون مع اي تارجت تيشو تاني. او تعريف تاني ان هي عباره عن كيميكال سبستنس بترانسميت النيرف امبلس من بي سينابتك نيرون لبوست سينابتك نيرون، او قلنا البوست سينابتك ممكن يبقى نيرون او اي تارجت تيشو تاني. تمام. بس طيب العنوان التاني معانا هو الريسبتورز بتاع النيورو ترانسميتر، اللي هو الريسبتور ده عايزين الريسبتور ده ممكن يكون ايونوتروبيك ريسبتور او ميتابوتروبيك ريسبتور او انزيم لينكد ريسبتور. والله انتوا عارفين الايونوتروبيك والميتابوتروبيك دول، ممكن تكونوا سمعتوا عنهم في الفسيولوجي. طيب ايه الانزيم لينكد ده؟ نبدا بالغريب علينا اللي هو الانزيم لينكد ريسبتور. ببساطه خالص الانزيم لينكد ريسبتور ده عباره عن ريسبتور، اول ما يجي النيورو ترانسميتر يمسك في الريسبتور ده بيعمل اكتيفيشن لانزيم معين، عشان كده سموه انزيم لينكد ريسبتور. يعني ريسبتور لينكد بانزيم معين، اول ما الريسبتور ده يحصل له اكتيفيشن بان النيورو ترانسميتر يمسك كافي بيروح يعمل اكتيفيشن لانزيم معين. تمام. فزي النيتريك اوكسايد ده نيورو ترانسميتر، اول ما يمسك في الريسبتور بتاعه بيأكتيفيت حاجه اسمها جوانيناين سايكليز. الجوانيناين سايكليز ده بعد كده اللي بيروح يأكتيفيت حاجه اسمها السايكليك جي ام بي. ما يهمنيش، يهمني ان النيورو ترانسميتر اسمه نيتريك اوكسايد ده انزيم لينكد ريسبتور بتاعه انزيم لينكد ريسبتور. يعني النيتريك اوكسايد اول ما يروح يمسك في الريسبتور ده بياكتيفيت الجوانيل سايكليز اللي هو الانزيم، عشان كده سميناه انزيم لينكد ريسبتور. طيب ده اول نوع انزيم لينكد ريسبتور. طيب ايه هما الايونوتروبيك ريسبتور والميتابوتروبيك ريسبتور؟ طيب في السلايد دي بس هنقول بس ان الايونوتروبيك ريسبتور الاسم التاني ليها هو ليجند جيتد ايون شانل، ليجند جيتد ايون شانل. اما الميتابوتروبيك ريسبتور الاسم التاني ليها هي دي بروتين كابلد ريسبتور، او اللي هو دي كابلد بروتين ريسبتور. احفظوا الاسمين وننقل على السلايد الجايه، هنرجع تاني للسلايد دي ونفهم اكتر يعني ايه ايونوتروبيك وميتابوتروبيك. طيب ادي شكل الايونوتروبيك اهو، وده شكل الميتابوتروبيك، بس يعني سلايد ملهاش لازمه. طيب الايونوتروبيك الاول نبدا. الايونوتروبيك دي الايونوتروبيك ريسبتور هو عباره عن ريسبتور اللي هي دي بيبقى موجود فوق فيها كده مكان يمسك فيه النيورو ترانسميتر. اول ما النيورو ترانسميتر يمسك في الايونوتروبيك ريسبتور هي اصلا بتبقى عباره عن شانل، عباره عن ايونت شانل، تقوم فاتحه تفتح وتقوم مدخله الايونز اللي هي الحمراء دي. او هنا في الصوره الاولانيه النيورو ترانسميتر لسه ما مسكش في الايونوتروبيك، لسه ما مسكش في الريسبتور. اول ما النيورو ترانسميتر يمسك في الريسبتور زي الصوره الثانيه دي، تقوم الايونت شانل فاتحه تفتح وتقوم مدخله الايونات اللي هي الحمراء دي. تمام. فهنا بس عايزاكم تعرفوا ان الايونوتروبيك ريسبتور هي في حد ذاتها اصلا عباره عن ايونت شانل، اول ما النيورو ترانسميتر يمسك فيها ده بيحصل لها اكتيفيشن، تقوم فاتحه تفتح الايونت شانل دي، تفتح وتدخل الايونات جواها. فهي الايونوتروبيك ريسبتور هو اصلا عباره عن ايونت شانل، فسميناها ايونوتروبيك ريسبتور. ايونوتروبيك هي في حد ذاتها ايونت شانل. تمام. طيب فالاسم التاني ليها ليجند جيتد ايون شانل. ايه الليجند ده؟ كلمه ليجند ان هو يعني بيجي اللي هو الليجند ده اللي هو نيورو ترانسميتر. ليجند يعني لينك، يعني هو بيلينك في الايه في الايونوتروبيك ريسبتور، او بيلينك في الايون شانل، هو بيجي يمسك. يعني كلمه ليجند ده ان هو يمسك او يرتبط، فاهمين؟ ليجند جيتد ايون شانل. جيتد يعني ان هي ايون شانل بتتفتح، جيتد جيت يعني بوابه، او ان هي بتتفتح لما يجي يمسك فيها ليجند معين، او لما يجي يمسك فيها اللي هو الليجند عندنا اللي هو نيورو ترانسميتر. تمام. فانا عايزاكم بس تعرفوا ان الايونوتروبيك ريسبتور دي هي في حد ذاتها عباره عن ايونت شانل، اول ما النيورو ترانسميتر يجي يمسك فيها تفتح وتقوم مدخله ايونات جوه الخليه. تدخل ايونات او تخرج ايونات على حسب اصلا هي ايه، يعني على حسب الفانكشن بتاعتها، وعلى حسب يعني الايونت شانل دي اصلا ايه. تمام. طيب ده بالنسبه للايونوتروبيك ريسبتور. بالنسبه بقى للميتابوتروبيك ريسبتور، الميتابوتروبيك ريسبتور كان الاسم التاني ليها دي بروتين كابلد ريسبتور. فهو هي عباره عن الريسبتور ده،
الريسبتور ده، وفي جي بروتين كابلد، يعني هي من اسمها كده كابلد او ماسك فيها حاجه اسمها جي بروتين، اللي هو الجي بروتين ده. الجي بروتين ده عباره عن بروتين زي ما هو في الرسمه كده، بيتكون من 3 سب يونت، الفا وبيتا وجاما. اول ما النيورو ترانسميتر يجي يمسك في الجي بروتين كابلد ريسبتور او الميتابوتروبيك ريسبتور، ده بيعمل اكتيفيشن للجزء اللي تحت اللي هو اسمه الجي بروتين ده، الجي بروتين، فيمسك فيه حاجه اسمها جي تي بي. جي تي بي، فالجي تي بي ده بيمسك مع الالفا سب يونت، يعني مش احنا قلنا ان هي بتكون من الفا وبيتا وجاما، يمسك مع الالفا، يهمني الالفا. يقول لك بقى بعد كده ان الجي تي بي ده بقى كده حول لحاجه للجي ام بي، اللي هو جوانين تراي فوسفيت بقى جوانين مونو فوسفيت، ما يهمنيش. المهم ان اول ما النيورو ترانسميتر يمسك في الريسبتور ده بياكتيفيت الجي بروتين اللي تحت، ما هي اسمها جي بروتين كابلد ريسبتور. فالالفا سب يونت تقوم متحده مع الجي تي بي. طيب بعد ما الالفا مع الجي تي بي يمسك في الالفا سب يونت، بيعملوا مع بعض زي كومبلكس كده اللي هو ده، الالفا والجي تي بي مع بعض، الكومبلكس ده مع بعضه يروح بقى بعد كده، يروح بقى بعد كده ينتقل مثلا، يروح على ايون شانل تانية خالص، يقوم فتحها مثلا او قافلها ايا يكن. يروح مثلا يروح ياكتيفيت حاجه اسمها سكندري ماسنجر. سكندري ماسنجر زي الحاجات اللي احنا خدناها في اللي هو سايكليك جي ام بي، والحاجات اللي احنا خدناها في في مديول اندوكراين، ما يهمنيش، اللي هو السكندري ماسنجر. او مثلا يروح يغير ميتابوليزم بتاع الخلايا كلها، يروح على انزيم معين يعمل له اكتيفيشن او يعمل له انهبيشن، يدخل مثلا النواه الدي ان ايه بتاعها مثلا يحفز ان احنا ننسخ جينات معينه او كلام ده. المهم عمليه معقده شويه، بس من ضمن الاكشن بتاعها ان هي الجي تي بي مع الالفا سب يونت دول ممكن يروحوا يعملوا اكتيفيشن لاين شانل، تمام. فده الميتابوتروبيك ريسبتور. الميتابوتروبيك ريسبتور تاني هي عبارة عن جي بروتين كابلد ريسبتور. اول ما النيورو ترانسميتر ده، النيورو ترانسميتر في حالة الميتابوتروبيك ريسبتور ممكن اقول عليه البرايمري ترانسميتر. ليه؟ لان اتفقنا ان من الاكشن بتاعها تاني، الاكشن بتاع اللي هو الجي تي بي والالفا بعد ما بيعملوا مع بعض كومبلكس، الكومبلكس ده ممكن يروح يعمل اكتيفيشن لسكندري ماسنجر او سكندري ترانسميتر. فالبرايمري ترانسميتر بالنسبة لنا هو نيورو ترانسميتر، تمام. فالميتابوتروبيك ريسبتور اول ما النيورو ترانسميتر يمسك في الميتابوتروبيك ريسبتور، ده بيعمل اكتيفيشن للجي بروتين اللي تحت. الجي بروتين ده بيكون من الفا وبيتا وجاما سب يونتس. الالفا سب يونت هي انشطهم. اول ما الجي تي بي اول ما بيحصل اكتيفيشن للجي بروتين، يعني الجي تي بي بيجي يمسك في الالفا ويعملوا مع بعض كومبلكس. الكومبلكس ده بيروح يعمل شويه حاجات كده على حسب بقى هو ايه. من ضمن الاكشن بتاعها ان هي ممكن تروح تفتح ايون شانل، تمام. فانا عايزه افرق ما بينهم، ان ادي شكل الايونوتروبيك، ادي الايونوتروبيك ريسبتور اهي، بنقول عليها الاسم التاني ليجند جيت ايون شانل. ليجند اللي هو النيورو ترانسميتر، يعني اول ما الليجند او نيورو ترانسميتر يجي يمسك في الريسبتور، في البايندنج سايت، مكان على على الريسبتور، يعني ده بيفتح التشانل، تفتح تقوم مدخله اللي هو الايونات الخضراء دي، تمام. فالايونوتروبيك ريسبتور هي في حد ذاتها اساسا عباره عن ايون تشانل. اول ما الليجند او اول ما النيو ترانسميتر يجي يمسك في البايندنج سايت اللي هي حاطاه شايلها على راسها ده، تقوم فاتحه ومدخله ايونات او مخرجه ايونات ايا يكن، تمام. فدي دي كده حاجه سريعه بتشتغل بسرعه، على عكس الميتابوتروبيك ريسبتور. لا، الميتابوتروبيك ريسبتور اول ما النيورو ترانسميتر اول ما النيورو ترانسميتر، او اتفقنا ان احنا ممكن نسميه برايمري ترانسميتر لان في حاجه تانية اسمها سكندري ترانسميتر، اول ما البرايمري ترانسميتر يجي يمسك في الميتابوتروبيك ريسبتور، بيعمل اكتيفيشن للجي بروتين اللي تحت، فيجي يمسك الجي تي بي فيها، تحول لجي دي بي، مش مهم. الجي تي بي مع الالفا سب يونت بيعملوا مع بعض كومبلكس، الكومبلكس ده ممكن
بيعملوا مع بعض كومبلكس، الكومبلكس ده مع بعض ممكن من ضمن الاكشن بتاعه ان هو يروح على ايون شانل زي دي ويفتحها، او ممكن مثلا يروح ياكتيفيت سكندري ماسنجر، او ممكن يروح مثلا يغير الميتابوليزم بتاع الخليه كلها. تمام، فانا هنا في السلايد دي عايزه افرق ما بين الايونوتروبيك ريسبتور والميتابوتروبيك ريسبتور. اولا الايونوتروبيك ريسبتور الاسم التاني ليها اسمها ليجنديجيتد ايون شانل، اما الميتابوتروبيك ريسبتور الاسم التاني ليها جي بروتين كابلد ريسبتور. طيب الايونوتروبيك ريسبتور هي في حد ذاتها اصلا عباره عن ايون شانل، فاول ما الريسبتور يمسك فيها بتفتح على طول، فدي حاجه بسرعه، حاجه سريعه، الاكشن بتاعها بيتم بسرعه. اما الميتابوتروبيك ريسبتور لا، ده هي مستنيه النيو ترانسميتر يمسك فيها، بعد كده يحصل تستنى الجي تي بي يمسك في الجي بروتين، يعملوا مع بعض كومبلكس، والكومبلكس يروح كده ماشي براحته خالص، يروح يعمل اكتيفيشن الايون شانل، فدي حاجه تاخد وقت، دي بطيئه. طيب الايونوتروبيك ريسبتور لو ناخد بالنا من الرسمة، هي واقفة حدودها عند السيل ممبرين، واقفة حدودها كده عند السيل ممبرين. اما الميتابوتروبيك ريسبتور فهي واخدة جزء كمان، يعني داخلة جزء من الخلية، وكم كمان اتفقنا ان الجي تي بي مع الالفا كومبلكس دول كانوا بيروحوا يغيروا الميتابوليزم بتاع الخلية كلها. فاللي انا عايزة اوصل له ايه، ان الايونوتروبيك ريسبتور بيبقى الاكشن بتاعها بس على حدود السيل ممبرين. على حدود السيل ممبرين ازاي؟ ان هي دخلت ايونات، فاكرين بقى فكره اللي هو الخليه دايما في حاله استقطاب، في حاله بولارايز ستيت، تدخل ايونات مثلا تعمل دي بولارايزيشن او هايبر بولارايزيشن، بس التغييرات دي كلها في الاول وفي الاخر على مستوى على واقفه على حدود السيل ممبرين، في النهايه ما حددتش السيل ممبرين. اما الميتابوتروبيك ريسبتور لا، ده احنا قلنا ان الاكشن بتاعها كان كومبلكس اكتر، كان مثلا ممكن تروح تعمل اكتيفيشن سكندري ماسنجر، كان ممكن تدخل على النواه وتغير تنسخ جينات معينه، فهي كانت بتغير الميتابوليزم بتاع الخليه كلها. تمام، فالايونوتروبيك ريسبتور واقفه حدودها على السيل ممبرين، تدخل شويه ايونات يعملوا بولارايزيشن، دي بولارايزيشن ولا هايبر بولارايزيشن على حسب. اما الميتابوتروبيك ريسبتور فدي بتتحكم في الميتابوليزم بتاع الخليه كلها. طيب تاني حاجة برضو عايزة افرق ما بينها، ما بين الايونوتروبيك ريسبتور والميتابوتروبيك ريسبتور. مثال الايونوتروبيك ريسبتور، من امثلة عليها يعني النيكوتينيك ريسبتور بتاع الاسيتايل كولين. مش احنا قلنا ان احنا ناخد الاسيتايل كولين بالتفصيل، فالريسبتور بتاعته يا اما نيكوتينيك ريسبتور او ماسكارينيك ريسبتور. النيكوتينيك ريسبتور نوعها ايونوتروبيك ريسبتور ودي سريعة، اما الميتابوتروبيك اما الماسكارينيك ريسبتور فدي ميتابوتروبيك ريسبتور. فان ان ايونو ان نيكوتينيك ان، انما الميتابو ام، يبقى ام مع الايه، مع الماسكارينيك. تمام، ان اللي هي الايونو مع النيكوتينيك، انما الميتابو تروبيك ماسكارينيك. تمام، فده تاني عنوان معانا كان ايه، كان النيورو ترانسميتر ريسبتور، قلنا يا اما ايونوتروبيك ريسبتور يا اما ميتابوتروبيك ريسبتور يا اما انزيم لينكد ريسبتور. قلنا الايونوتروبيك ريسبتور دي ان هي اسمها ليجنديجيتد ايون شانل، زي النيكوتينيك ريسبتور بتاعه الاستايل كوين، قلنا ان ايونو نيكوتينيك. اما الميتابوتروبيك ريسبتور كان الاسم الثاني اللي هي جي بروتين كابلد ريسبتور، زي حاجات كتير زي الجلوتاميت، اهم حاجه بقى اللي قلناها اللي هو الماسكارينيك ريسبتور، الجابا ريسبتور، الموس اوف سيروتونين والنور ابينفرين والابينفرين والسامين والدوبامين. بس اهم حاجه المثال الوحيد على النيكوتينيك هو مين، المثال الوحيد على الايونوتروبيك هي النيكوتينيك ريسبتور. المثال الوحيد، المثال بقى بتاع الميتابوتروبيك امثله كتير من ضمنهم الماسكارينيك ريسبتور. تمام، قلنا الانزيم لينكد ريسبتور دي قلنا ان هو عباره عن ريسبتور، اول ما النيور ترانسميتر يمسك فيه بيعمل اكتيفيشن لانزيم معين، زي النيتريك اوكسايد ده نيورو ترانسميتر، اول ما يمسك في الريسبتور بتاعه بيعمل اكتيفيشن للجوانايل، جوانايل سايكليز انزيم، ده الانزيم يعمل بقى اكشن ايه مش مهم. تمام، بس ده كده كان تاني عنوان اللي هو بعد الديفينيشن قلنا نيورو ترانسميتر ريسبتور. طيب تلات عنوان قلنا ان احنا هنعمل لها كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن دول من ناحيه من وجهه نظر البايوكيمستري اكوردنج للكيميكال نيتشر بتاعتها، ومن وجهه نظر الفسيولوجي اكوردنج للايفكت. طيب اكوردنج للكيميكال نيتشر والله ممكن تكون حاجه اسمها مونو امينز،
مونو امينز دي يعني لسه مرتقتش لدرجه ان هي تبقى امينو اسيد، يعني مركبات فيها امينو جروب واحده، امينو جروب اللي هي ان اتش 3 بقى فيها امينو جروب واحده. زي ايه المونو امينز دي؟ زي الكاتيكولامينز اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين، او السيروتونين. السيروتونين ده اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين، ده اللي هو 5 اتش تي. بصوا كاتيكولامينز دوبامين والسيروتونين الحاجات دي هتاخدهم بالتفصيل المحاضره الجايه، تمام؟ بس دي نوعها مونو امينز. يعني ايه مونو امينز؟ يعني فيها امينو جروب واحد، او ممكن تكون امينو اسيدز او امينو اسيدز ديريفاتيفز. يعني الامينو اسيد ده في حد ذاته ممكن يشتغل كنيورو ترانسميتر، زي الامينو اسيدز اللي نعرفها بتشتغل كنيورو ترانسميتر، الجلوتاميت، الاسبارتيت، الجلايسين، الهيستامين، والجاما امينو بيوتريك اسيد او الجابا. طيب بالمناسبه يعني كده بس عايزه اقول لكم حاجه، ان الجلوتاميت ده هو المين اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر، والجابا اللي هو جاما امينو بيوتريك اسيد ده هو المين انهبيتوري نيورو ترانسميتر. هو اصلا مش مكانها، ومش مش يعني مش مكانها في المحاضره دي اصلا، بس يعني عشان تبقوا عارفين. واحنا اصلا لسه ما قلناش ايه الاكزيتاتور انهبيتوري، خلاص انسوا انسوا. فقلنا مونو امينز او امينو اسيدز وامينو اسيد درايفاتيفز، او حاجات زي اللي هو البيورين ادينوزين اللي هو الاي تي بي. الاي تي بي ده ممكن يشغل كنيورو ترانسميتر، او الجاز الغازات زي النيتريك اوكسايد، او حاجات ميسيلينيس بقى زي الاستايل كولين، تمام؟ يبقى اكوردنج للكيميكال نيتشر ممكن تكون مونو امينز او امينو اسيد وامينو اسيد درايفاتيفز، او غازات، او بيورين، البيورين اللي هي القواعد البيورينيه، او ميثيلينيا زي الاستايل كولين. المونو امينز زي ايه؟ المونو امينز اللي هم الكاتيكولامينز، الدوبامين، والسيروتونين. الامينو اسيدز، الامينو اسيد اللي نعرفها تشتغل كنيورو ترانسميتر مين؟ الجلوتاميت والاسبارتيت والجلايسين والهيستامين والجابا. جابا ده اللي هو جاما امينو بيوتريك اسيد. طيب البيورين اللي هي قاعدة البيورينية، يعني زي الاي تي بي، الجاز زي نيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد ده لسه قايلين الريسبتور بتاعه كان نوعه ايه؟ كان انزيم لينكد ريسبتور بيحفز جوانيل سايكليز. طيب والميسينيا زي الاستايكوين احنا هناخده كمان شوية. طب ده دي كانت اول تقسيمة according to chemical nature. طيب تاني تقسيمة accordingly الايه الايفكت بتاعتها، قلنا يا اما اكسايتاتوري يا اما انهبيتوري. اكسايتاتوري من اسمها كده، اكسايتاتوري يعني بتعمل اكسايتيشن او بتثير الخليه او بتعمل اكتيفيشن ريسبتور. اما الانهبيتوري على عكس دي، بتعمل بتمنع وصول الاكشن بوتنشال اصلا. طيب يعني ايه اكسايتاتوري يعني ايه انهبيتوري؟ بص بالراحه كده، بص بالراحه كده. الخليه اصلا بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن السيل ميمبرين دايما في حاله استقطاب، او في حاله بولارايزد ستيت، او في حاله بولارايزيشن. حاله الاستقطاب دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان بره السيل ميمبرين بوزيتيف، بره بوزيتيف ايونات شحنتها بوزيتيف، وجوه نيجاتيف شحنات نيجاتيف. هو دايما بيبقى في حاله بولارايزد ستيت. بره بوزيتيف يعني لو حد بيتلخبط كده، زي بره بره بوزيتيف بي بي، والمين اكسترا سيلولار كاتاين بره هو البوتاسيوم، بوتاسيوم بره، انما جوه بيبقى فيه كلورايد وبروتين، فدي حاجات نيجاتيف تشارج. فالنورمال او حاله الاستقطاب بتاعه الخليه، حاله اللي هي الطبيعيه، ان هي تكون في حاله استقطاب او حاله بولارايزد ستيت. لما اجي اعمل اكسايتيشن، او ان انا بعمل اغير بقى البولاريزيت دي، اعمل دي بولاريزيشن. فالاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر بتشتغل ان هي تعمل دي بولاريزيشن. يعني ايه دي بولاريزيشن؟ يعني تخلي العكس، يعني تخلي جوه بوزيتيف وبره الخليه نيجاتيف. طيب جوه بوزيتيف وبره الخليه نيجاتيف، الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر بتشتغل ازاي؟ بتشتغل ان هي بتشتغل على صوديوم شانل وبوتاسيوم شانل. بتفتح صوديوم شانل، فتقوم مدخله الصوديوم اللي بره الخليه، تقوم مدخله جوه، مدخله جوه، فيخلي جوه بوزيتيف، جوه الخليه يبقى، جوه الخليه يبقى بوزيتيف، فيعمل دي بولاريزيشن. تشتغل على بوتاسيوم شانل، ان هي البوتاسيوم شانل اصلا يعني بتبقى موجوده على طول، ان هي تخرج البوتاسيوم بره، تخرج البوتاسيوم ده بره. فلما تقفل البوتاسيوم شانل، تمنع البوتاسيوم ان هو يخرج بره، فالبوتاسيوم يتحبس جوه الخليه، فيخلي الخليه بوزيتيف، يخلي جوه الخليه بوزيتيف، فده برده يزود الديبولاريزيشن اكتر. يبقى الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر تشتغل طب بصوا من النيله، الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر بتشتغل من خلال ان هي تعمل ديبولاريزيشن. السلايد دي فاضيه، انا اشرح عليها احسن. الخليه على طول بتبقى في حاله استقطاب، بيبقى
جوه الخلية بتبقى شحنات نيجاتيف، بره الخلية بتبقى بوزيتيف. طيب الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل من خلال بتشتغل على صوديوم شانل وبوتاسيوم شانل. الصوديوم شانل دي تفتحها هتقوم مدخله صوديوم جوه الخليه، الصوديوم يدخل جوه الخليه يخلي جوه بوزيتيف وبره بقى يبقى نيجاتيف، او تشتغل على بوتاسيوم شانل تقفلها. المفروض ان الطبيعي ان البوتاسيوم شانل ده الطبيعي اهو، الحالات الطبيعيه البوتاسيوم شانل البوتاسيوم شانل بتبقى موجوده عشان تخرج البوتاسيوم بره، مش احنا قلنا البوتاسيوم ده اللي هو المين اكسترا سيلولر كاتاين، يعني مش مهم، تخرج البوتاسيوم بره. فلما اقفل البوتاسيوم شانل دي فتحبس البوتاسيوم جوه، فتخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، فالنهايه برده ان هو في حاله ديبولاريزيشن. تمام. يبقى الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر ان هي تعمل ديبولاريزيشن، ان هي تشتغل من على بوتاسيوم، على صوديوم شانل وعلى بوتاسيوم شانل، تفتح صوديوم شانل وتقفل بوتاسيوم شانل، تفتح او ممكن تفتح او حاجه تانية، يعني ان هي اوبن شانل ذات ايكوالي بيرميبل تو صوديوم اند بوتاسيوم، نفس النتيجه برضو، يا اما تفتح صوديوم شانل يا اما تقفل بوتاسيوم شانل يا اما اوبن شانل ذات ايكوالي بيرميبل تو صوديوم اند بوتاسيوم. طيب ده زي ايه؟ يهمني الاستايل كولين، مش احنا قلنا هنتكلم على الاستايل كولين؟ الاستايل كولين ده بتاعنا بقى ده اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر. الا في حاله واحده بس هنقولها، ساعتها ما يبقاش اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر، بيبقى انهيبيتوري نيورو ترانسميتر. طيب الانهيبيتوري نيورو ترانسميتر بقى بتشتغل ازاي؟ خلينا نجيب السلايد دي تاني. اللي قلنا الطبيعي في حاله الحاله الطبيعيه بتاعه الخليه ان جوه الخليه بيبقى شحنات نيجاتيف وبره بوزيتيف، بيبي بره بوزيتيف. تمام. الانهيبيتوري نيورو ترانسميتر تشتغل ان هي تعمل هايبر بولاريزيشن، يعني تزود اصلا النيجاتيفيتي دي اكتر اللي جوه الخليه وتزود البوزيتيفيتي بره الخليه اكتر. طيب بتشتغل ازاي؟ بتشتغل على بوتاسيوم شانل وكلورايد شانل. بتشتغل على بوتاسيوم شانل بتخلي البوتاسيوم شانل تفتح، هي اصلا كانت مفتوحه كده كده، بتخليها تفتح اكتر فتخلي البوتاسيوم يخرج بره الخليه اكتر، فتبقى بره بوزيتيف اكتر، فيبقى فيه هايبر بولاريزيشن. او تفتح كلورايد شانل فتخلي الكلورايد يدخل جوه الخليه اكتر فيدخل نيجاتيف جوه الخليه اكتر فيعمل هايبر بولاريزيشن. نرجع تاني، ادي الخليه طبيعي اهي، بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. طيب يا اما ان هي تفتح، بتفتح ايه؟ بتفتح بتشتغل على بوتاسيوم شانل وكلورايد شانل، بتفتح البوتاسيوم شانل دي اصلا كانت مفتوحه عشان تخرج البوتاسيوم بره، فتخرج بوتاسيوم كتير من البوتاسيوم بره، ترمي البوزيتيف بره فيعمل هايبر بولاريزيشن. او تشتغل على كلورايد شانل ان هي تفتح كلورايد شانل تدخل كلورايد جوه الخليه، تدخل نيجاتيف 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 جوه الخليه فيعمل هايبر بولاريزيشن اكتر. طيب فالاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر بتشتغل ان هي تعمل دي بولاريزيشن. دي بولاريزيشن مين اللي بيعمله؟ اشهر حاجتين يعملونا دي بولاريزيشن هما الصوديوم والبوتاسيوم. بتشتغل ان هي تفتح الصوديوم شانل وتقفل البوتاسيوم شانل. تفتح الصوديوم فيدخل بوزيتيف جوه الخليه فيعمل دي بولاريزيشن، او تقفل البوتاسيوم شانل فتحبس البوتاسيوم جوه الخليه فيتراكم بوزيتيف برده جوه الخليه فيحصل دي بولاريزيشن. اما الانهيبيتوري نيورو ترانسميتر فشغاله ان هي شغاله على هايبر بولاريزيشن، بتعمل هايبر بولاريزيشن، هي بتشتغل على البوتاسيوم شانل والكلورايد شانل الاثنين بيتفتحوا، بتفتح البوتاسيوم شانل تخرج يخرج البوتاسيوم بره، البوزيتيف يخرج بره اكتر فيعمل هايبر بولاريزيشن اكتر. او تشتغل على كلورايد شانل، تدخل الكلورايد النيجاتيف جوه اكتر فالنيجاتيفيتي تزيد اكتر جوه الخليه فيحصل هايبر بولاريزيشن. طيب الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر قلنا يهمني بس الامثله، يعني الامثله هتفهموه اكتر مع الوقت يعني، بس يهمني اكتر في الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر. الاستايل كولين هو اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر الا في حاله واحده بس بيبقى انهبيتور، هي الاستايل كولين على كاردياك مصر. تمام. فالاستايل كولين في طبيعته طبيعي اكسايتاتوري، الا على كاردياك مصر بيبقى انهبيتوري. تمام.
يبقى قبل ما نتكلم عن استايل كولين، عايزه بس اقول لكم احنا خدنا نرجع تاني، يعني نعيد العنوان اللي مسكناه تاني، هو الكلاسيفيكيشن. قلنا الكلاسيفيكيشن ده اكوردنج تو الكيميكال نيتشر او اكوردنج للايفكت. اكوردنج للكيميكال نيتشر يا اما مونو امين، حاجه لسه ما ارتقتش لمرحله الامينو اسيدز، يبقى فيها مجموعه امين واحده بس زي الكاتيكولامين والدوبامين والسيروتونين. اما الامينو اسيد زي الجلوتاميت والاسبارتيت والجلايسين والهيستامين والجاما امينو بيوتريك اسيد. طيب او ممكن تكون قاعده بيورينيه زي الاي تي بي، او غازات زي نيتريك اوكسايد، او حاجه ميثيلينيه زي الاستايل كولين، ولا هو مش الكيميكال نيتشر بتاعته ميثيلينيه دي اللي هي يعني حاجات اخرى. تمام يعني تمام، بس انما كلاسيفيكيشن تاني كلاسيفيكيشن اكوردنج للايفكت، قلنا يا اما اكزايتاتوري يا اما انهبيتوري. الاكزايتاتوري دي شغاله ان هي بتعمل دي بولاريزيشن، اما الانهبيتوري شغاله ان هي بتعمل هايبر بولاريزيشن. الاكزايتاتوري شغاله على صوديوم شانل وبوتاسيوم شانل، بتفتح الصوديوم وتقفل البوتاسيوم. اما الانهبيتوري شغاله على بوتاسيوم شانل وكلورايد شانل وبتفتح الاثنين. تمام الجزء بتاع الديبولاريزيشن والهايبر بولاريزيشن اصلا ممكن يبقى مش مطلوب منكم اكتر في البايو، هتفهموه اكتر في الفسيولوجي، يعني لو حد مش واصله له قوي. ده بالنسبه ده اول ثلاث عناوين. خدنا الديفينيشن، خدنا الريسبتور اللي هم الايونوتروبيك والميتابوتروبيك، وخدنا الكلاسيفيكيشن بتاع النيو ترانسميتر يا اما اكوردنج للكيميكال نيتشر يا اما اكوردنج للايفكت. طيب هنتكلم شويه عن الاسيتايل كولين، ومش هنطول فيه ان شاء الله، يعني هو سنة صغيرة خالص او هنت صغيرة خالص عن الادينوزين. طيب الاسيتايل كولين، الاسيتايل السلايد دي بتعرفنا اماكن موجود فيها الاسيتايل كولين. اول حاجة الاسيتايل كولين بقى موجود في حاجة اسمها النيورو ماسكولار جونكشن او في الموتور اند بليد. يعني ايه نيورو ماسكولار جونكشن او الموتور اند بليد؟ خدناها في الماسكولو، لما النيرف يجي يوصل، النيرف راح يغذي عضله، مكان اخر يعني مكان التقاء النيرف بالعضله بنقول عليها اللي هو تشابك عصبي عضلي او نيورو ماسكولار جونكشن او موتور اند بليت. ده بيبقى ده النيرف راح يغذي السكيليتال المصل، مكان التقاء النيرف مع السكيليتال المصل، هي نوع من السينابس برده. تمام بس بنقول عليها موتور اند بليت او نيورو ماسكولار جونكشن. تمام طيب تاني حاجه يقول لك حاجه اسمها البيزال جانجليا. ايه البيزال جانجليا دي؟ يعني ايه جانجليا؟ احنا عندنا هنقول نوعين من الجانجليا، بيزال جانجليا واوتونوميك جانجليا. طب يعني ايه جانجليا؟ كلمه جانجليا يعني تجمع من شويه خلايا عصبيه كده، تجمع خلايا عصبيه كلك يعني، او مش فاكره تعريف قوي، بس هي تجمع من خلايا عصبيه. البيزال جانجليا دي تجمع من خلايا عصبيه، بيبقى موجود جوه السينس. هو مش تعريفها كده، هو ده مش بس يعني البيزا الجانجليا هي بس عبارة عن كده تجمع شوية خلايا عصبية جوه السي ان اس والكلام الهبل ده، بس يعني بيزا الجانجليا دي حاجة كبيرة ودرس كبير هتاخدوه في الفسيولوجي وتاخدوه بيني في الاناتومي. بس عرفوا دلوقتي ان النيورو ترانسميتر اللي موجود بيشغل البيزا الجانجليا هو الاسيتايل كولين. تمام حبيت بس يعني اقول اعمل اطول فيها شوية عشان تفتكروها، بس هتنسوها برضو وهتيجوا على البيزا الجانجليا وتتفاجئوا ان الاسيتايل كولين هو النيورو ترانسميتر اللي فيها وانتوا واخدين الاسيتايل كولين اصلا. تمام فتاني حاجه هي البيزا الجانجليا. طيب تاني حاجه قلناها في حاجه اسمها اوتونوميك جانجليا. الاوتونوميك جانجليا دي يا اما سمباثيك وبارا سمباثيك. الاوتونوميك عامه يعني سمباثيك وبارا سمباثيك. طيب الكلمه جانجليا قلنا ان هي تجمع من خلايا عصبيه، بيبقى قبل مستوى الجانجليا حاجه اسمها بري جانجليونيك نيرون، وبعد مستوى الجانجليا يبقى في حاجه اسمها بوست جانجليونيك نيرون. طيب فالاستايل كولين بيبقى موجود في البري جانجليونيك نيرونز بتاع كل اوتونوميك نيرفوس سيستم، بيبقى موجود في البري جانجليونيك بتاع كله بس. طيب بالنسبه للبوست جانجليونيك، لا عند البوست وستوب، عند البوست وستوب، عند البوست جانجليونيك بيبقى موجود في البوست جانجليونيك نيرون بتاعه الباراسمباثيتك كلها. طيب المشكله فين؟ في البوست جانجليونيك بتاعه السمباثيتك، بيبقى موجود في البوست جانجليونيك بتاعه السمباثيتك نيرفوس سيستم اللي بتنرفيت السويت جلاند بس، بتبقى بتاعه السويت جلاند بس. طيب يبقى تاني هو موجود فين؟ الاستايل كولين موجود في النيورو ماسكولار جانكشن او الموتور اند بليت، لما الموتور نيورون بينرفيت المسل سيلز او اللي هي السكيتال مسل، بيبقى موجود في البيزال جانجليا. وافتكروها عشان
لما نكرر كتير هتنسوها، هتنسوا البيزا الجانجليا دي. افتكروا ان البيزا الجانجليا النيورو ترانسميتر اللي فيها هو الاسيتايل كولين، بيبقى موجود في البري جانجليونيك نيرون بتاعه الاوتونوميك نيرف سيستم كلها، سمباستيك وبارا سمباستيك. البري جانجليونيك بيبقى موجود في البوست جانجليونيك بس بتاعه البارا سمباستيك، والبوست جانجليونيك بتاعه السمباستيك بس اللي بتروح تغذي السويت جلاند بس. الحاجات التانيه الكاردياك ماسل والبقيه الجلاندات التانيه وبقيه السموث ماسل التانيه، النيورو ترانسميتر بيبقى موجود في البوست جانجليونيك بتاع السمباستيك اللي هو اسمه الادرينالين نور ادرينالين والكلام ده، بس هي موجوده في البوست جانجليونيك نيورون بتاعه السمباستيك راح يغذي السويت جلاند بس. تمام. فتاني الاسيتايل كولين موجود في الاسيتايل كولين ممكن يكون موجود في اللي هو الموتور اند بليت، او طب استنى ما موجود في اللي هو الموتور اند بليت او النيورو ماسكولار جانكشن، لما النيرف يروح يغذي العضله. تمام. بتاعت عن النينا عند السكيتال ماسل. طيب الاوتونوميك بيبقى موجود في البريجانجليونيك، البريجانجليونيك كلها اسيتايل كولين. الان دي نيكوتينيك ريسبتور، مش احنا قلنا ان اسيتايل كولين يا اما نيكوتينيك يا اما ماسكارينيك، هناخدهم دلوقتي بس. البريجانجليونيك كلها في اسيتايل كولين. طيب البوست جانجليونيك بتاعه الباراسمباثيك كلها اللي هو الاسيتايل كولين. طيب بوست جانجليونيك بتاعه السمباثيك الاسيتايل كولين في البوست جانجليونيك راح تغذي السويت جلاند بس. طيب الباقي بقى اللي هم بقيه الحاجات الكاردياك ماسل وسموث ماسل، الحاجات التانيه اللي هم النور ابينفرين ده ما لناش دعوه بيهم دلوقتي، بس يهمني في السمباثيك بتاعه السويت جلاند. طيب يعني طيب بالنسبه بقى في حاجه كمان ما قلناش او مش موجوده، ما كانتش موجوده في السلايد اللي فاتت، بيبقى موجود في البري جانجليونيك سمباثيك فايبرز راح الادرينال جلاند عشان تخليها تفرز اللي هم الادرينالين ابيرفين نور ابيرفين الادرينالين نور ادرينالين. الادرينال جلاند اورجان زي اي اورجان وصل له نيرف، النيرف او فيها جانجليا، يعني الجانجليا اللي بتبقى موجوده فيها البري جانجليونيك نيرف فايبرز اللي راح عشان تخليها يعني تفرز ادرينالين نور ادرينالين. الاستايل النيورو ترانسميتر الموجود فيها هو الاستايل كولين. تمام. اما تاني موجود فين؟ ركزوا هو موجود فين عشان على حسب موجود فين هو هنقول الفانكشن بتاعته. بس موجود في السكيتال ماسل عند مكان النيورو ماسكولار جانكشن او الموتور اند بليد اللي هو مكان ما النيرف راح يغذي العضله. طيب بيبقى موجود في الاوتونوميك، يبقى موجود في البيزال جانجليا ما ننساهاش، يبقى موجود في الاوتونوميك جانجليا. البري جانجليونيك نيرونز كلها النيورو ترانسميتر فيها هو الاستايل كولين. طيب البوست عند البوست ستوب هو سمباثيك ولا بارا سمباثيك؟ البارا سمباثيك محترم، كل البوست جانجليونيك نيرون بتاعه البارا سمباثيك شغاله بالاستايل كولين. طيب البوست جانجليونيك نيرون بتاعه السمباثيك لا، عند السمباثيك السويت جلاند بس هي اللي شغاله بالاستايل كولين، الباقيين شغالين بالنيورو ترانسميتر تاني مالناش دعوه بيه. طيب برده البري جانجليونيك نيرون بتاعه السمباثيك نيرفا سيستم اللي راح تغذي الادرينال جلاند تخليها تفرز ادرينالين ونور ادرينالين تبقى شغاله برده بالاستايل كولين. تمام. يبقى موجود فين تاني؟ موجود في الموتور اند بليت او نيورو ماسكولار جانكشن، مكان ما النيرف راح يغذي السكيليتال ماسل، بتبقى موجوده في البيزال جانجليا، موجوده في الاوتونوميك جانجليا. طيب الاوتونوميك جانجليا ده بري جانجليونيك نيرون كلها. طيب البوست عند البوست ستوب البوست جانجليونيك نيرون بتاعه الباراسمباثيك كلها، الباراسمباثيك محترم، البوست جانجليونيك نيرون بتاعه الباراسمباثيك كله. طب بالنسبه للسمباثيك قال لك البوست جانجليونيك نيرون راح تغذي السويت جلاند بس، بقيه الحاجات التانية نيورو ترانسميتر تاني. طيب وبرده في الادرينال مضله النيرف راح يغذي الادرينال مضله يخليها تطلع اسيتايل كولين، بيبقى شغال يخليها تطلع اي خرب بيتي يخليها تطلع الادرينالين نور ادرينالين، ده برده بيبقى شغال في الاسيتايل كولين. تمام. دي برضو كلام نفس الصوره اللي فاتت. بالنسبه للبارا سمباثيك كله بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك شغال استايل كولين، هنا استايل كولين بري جانجليونيك، استايل كولين بوست جانجليونيك. طيب بالنسبه للسمباثيك السمباثيك بري جانجليونيك استايل كولين. طيب البوست جانجليونيك البوست جانجليونيك في السويت جلاند، هي مش مكتوبه هنا السويت جلاند، شغاله بالاستايل كولين. الحاجات الثانيه بقيت بقى التارجت اورجانز الثانيه
ما عدا السويت جلاند تبقى شغاله بالنيور اللي هو النور ابينفرين، تمام، ما يهمنيش. طيب برضو سمساتك نيرفس سيستم البري جانجليونيك الراحه للادرينال جلاند، الراحه للادرينال جلاند خليها تفرز النور ابينفرين والابينفرين، بتبقى شغاله برضو بالاسيتايل كولين، تمام. يبقى الباراسمباثيتك كله بري وبوست، السمباثيتك بري بس وبوست مع السمباثيتك، بوست جانجليونيك مع السويت جلاند، وبرده سمباثيتك نيرفس الراحه تغذي الادرينال جلاند تخليها تفرز ادرينالين ونور ادرينالين. النيو ترانسميتر اللي شغاله بيه شغاله بالاستايل كولين، تمام. طيب الفانكشن انتوا اللي هتقولوها، فانكشن حسب المكان الموجود فيه. اول مكان كان بيبقى موجود في النيوروماسكولار جانكشن او الموتور اند بليت، مكان من موتور نيرف راح يغذي السكيتال ماسل، يبقى اول فانكشن بالنسبه لنا هي كونتراكشن اوف سكيتال ماسل، دي اللي انا كاتباها اخر واحده كونتراكشن اوف سكيتال ماسل. طيب تاني حاجه بيبقى موجود في البري جانجليونيك نيرونز بتاعه كل سواء كانت سمباثيتك او باراسمباثيتك، فبيعمل ترانسميشن للنيرف امبولس عند الاوتونوميك جانجليا. طيب كان بيبقى موجود في البوست جانجلينيك نيرون بتاعه الباراسمباثيك، هو الباراسمباثيك ده كان بتاع ايه؟ كان بيشتغل اثناء الريست والدايجست، يعني بيشتغل على السموث ماسل بتاعه الجي اي تي مثلا واليورينري تراكت، شغال على السويت جلاند والحاجات دي، يبقى برده جزء من الباراسمباثيك ده موجود في الهارت، بس مش هو اللي بيشغل الهارت مينلي، اللي بيشغل الهارت بس معلومه كده حطها على جنب، اللي بيشغل الهارت هو الاي في نود والاس اي نود بس، الباراسمباثيك اللي راح للهارت راح يعني حاجه شغل كده فرعي او حاجه بيريجوليت الهارت، بيريجوليت الاكشن بتاعه مش بيكنترول، تمام، مش مهم. بس ده الاستايل كولين الموجود في البوست جانجليونيك نيرون بتاعه الباراسمباثيك اللي في الهارت والسموث ماسل والكاردياك ماسل، برده بتعمل ترانسميشن للنيرف امبلس. تاني حاجه كانت بتروح الادرينال جلاند تخليها تطلع الكاتيكولاميز اللي هما الادرينالين والنور ادرينالين، تمام. فالفانكشن تاني، طيب اصلا هو الاستايل كوين ده كان اكزيتاتوري نيو ترانسميتر ولا انهيبيتوري؟ لا افتكروا كده، لما جينا نقول كلاسيفيكيشن قلنا ان هو مينلي اكزيتاتوري ما عدا شغله على الهارت، ما عدا في حاله واحده بس في الهارت بيبقى انهيبيتوري نيو ترانسميتر. فالفانكشن تاني هو اكزيتاتوري نيو ترانسميتر اكسبت على الهارت. تاني حاجه بيعمل سيستميك ريليز للكاتيكولاميز اللي هي البري جانجليونيك سمباثيتك فايبرز اللي كانت بتروح الادرينال جلاند تطلع ادرينالين والادرينالين. تالت حاجه بيعمل ترانسميشن نيرف امبلس عند الاوتونوميك جانجليا، قلنا ان هو موجود في البري جانجليونيك نيرونز بتاعه كل اوتونوميك جانجليا سواء كانت سمباثيك او باراسمباثيك. طيب رابع فانكشن ترانسميشن نيرف امبلس للهارت والسموث ماسل والجلاند، دي اللي هي ايه؟ لما قلنا ان هو موجود في البوست جانجليونيك نيرون بتاعه الباراسمباثيك. خامس حاجه كونتراكشن سكيتال ماسل اللي هي عند الموتور اند بليت او نيو ماسكولار جانكشن. طيب السلايد دي انا عايزه اقول عليها الفانكشن، يعني احنا قلنا قبل كده الاماكن عايزه اقول عليها الفانكشن. اول حاجه السوماتيك اللي هي اللي موجوده في السكيتال ماسل، يبقى اول فانكشن عندنا سكيتال ماسل كونتراكشن. طيب البري جانجليونيك فايبرز كلها يبقى ترانسميشن للنيرف امبلس عند الاوتونوميك جانجليا. طيب البوست جانجليونيك بتاعه الباراسمباثيك في الكاردياك والسموث ماسل والجلاند وكل الكلام ده كله، يبقى بيعمل ترانسميشن للنيرف امبلس عند للهارت والسموث ماسل والجلاند والكلام ده. طيب دي قلنا ان هو بيبقى موجود عند الادرينال جلاند، يبقى بيستيميليت السكيشن بتاع الكاتيكولامينز. طيب قلنا في مكان قلنا ما ننساهوش هو البيزال جانجليا. بيزال جانجليا وحواراتها كتير والكلام ده كله هتاخدوها بالتفصيل في الفسيولوجي والكلام ده، بس خليكوا حاطين في دماغكوا ان النيو ترانسميتر بتاعه البيزال جانجليا هو ايه؟ هو الاسيتايل كولين، تمام. طيب احنا قلنا المكان ومكان الاستايل كولين موجود فين، قلنا الفانكشن بتاعه، وركزوا ان هو اصلا طبيعته اكزيتاتوري نيو ترانسميتر فيما عدا الشغل بتاعه على الهارت بيبقى انهيبيتوري، راح يهدي القلب شويه، راح يعمل له يهدي الاس اي نود والاي في نود بتاعه القلب شويه. طيب دي سلايد بتقول فيها الريسبتورز او الريسبتور بتاعه الاستايل كولين، مش هنقول كلمه زياده،
احنا قلنا ان الريسبتور عم ان تايب اوف ريسبتور، يا اما نيكوتينيك يا اما قصدي ايونوتروبيك ريسبتور او ميتابوتروبيك ريسبتور. الاستاركوين الريسبتور بتاعته نوعين، نيكوتينيك ريسبتور وماسكارينيك ريسبتور. النيكوتينيك دي ايونوتروبيك ريسبتور، يعني هي في حد ذاتها، نفتكر الايونوتروبيك ريسبتور نراجع مع بعض، هي في حد ذاتها عباره عن ايونت شانل. اول ما الريسبتور اول ما النيورو ترانسميتر اللي هو هنا الاسيتايلكولين يجي يمسك في الريسبتور بيفتح الايونت شانل دي، فتقوم مدخله ايونات او مخرجه ايونات على حسب الاكشن بتاعتها، وتعمل بقى اللي هو الاكشن بتاعها على مستوى السيل ميمبرين بس اللي هو ديبولاريزيشن او هايبر بولاريزيشن. طيب اما الماسكارينيك ريسبتور فهي عباره عن ميتابوتروبيك ريسبتور. يعني ايه ميتابوتروبيك ريسبتور؟ لا يعني هي جي بروتين كابلد ريسبتور، يعني ماسك فيها في الاخر كده حاجه اسمها جي بروتين. اول ما النيورو ترانسميتر اللي هو هنا الاسيتايل كولين يجي يمسك في الريسبتور ده بياكتيفيت الجي بروتين، فالجي بروتين ده يمسك في حاجه اسمها جي تي بي، يعملوا مع بعض كومبلكس. الكومبلكس ده هو اللي يروح يعمل اكشن، يروح يعمل اكتيفيشن لايونت شانل يفتحها او يقفلها على حسب، يروح مثلا يغير الميتابوليزم بتاع الخليه كلها. تمام، فقلنا النيكوتينيك قلنا الايونوتروبيك ريسبتور دي كانت بتبقى سريعه، اما الميتابوتروبيك ريسبتور كانت بتبقى بطيئه. فنفس الكلام برضو، يعني كاننا بنقارن ما بين النيكوتينيك ريسبتور والماسكارينيك، او الماسكارينيك ريسبتور كاننا بنقارن ما بين الايونوتروبيك والميتابوتروبيك. طيب بس هنقول مكانهم فين، يعني احنا النيكوتينيك ريسبتور دي ايونوتروبيك والماسكارينيك ريسبتور دي دي ميتابوتروبيك. النيكوتينيك ريسبتور سريعه سريعه بما انها ايونوتروبيك، انا عايزه السرعه فين؟ يعني انا عايزه الاستايل كولين على الاماكن اللي احنا كنا لسه قايلينها دلوقتي والفانكشن بتاعته، انا عايزه الاكشن يتم بسرعه في ايه؟ والله انا عايزه الاكشن يتم بسرعه لو انا بعمل سكيتال ماسل كونتراكشن، لو السكيتال ماسل دي بتنقبض في جزء من الثانيه، وسكيتال ماسل كونتراكشن ده ايوه انا عايزه الاكشن يتم بسرعه. تمام، تاني حاجة لو انا مثلا على في الادرينال جلاند وعايزة اطلع كاتيكولامينز اللي هو كاتبريجانجيونيك سامستيك فايبرز اللي في الادرينال جلاند، يبقى دي كلها شغالة نيكوتينيك ريسبتور عشان هي سريعة. كل البريجانجيونيك فايبرز او اللي هو البريجانجيونيك بتاعت الاوتونوميك نيرفوس سيستم، بصوا بالنسبه للبريجانجليونيك، لو انا على مستوى البريجانجليونيك انا كبرين او كاوتونوميك نيرفوس سيستم يعني عايزه اوصل النيرف امبلس بسرعه، فالبريجانجليونيك تبقى الريسبتور الموجود فيها هو نيكوتينيك ريسبتور، او وصلت النيرف امبلس الحمد لله. التارجت تيشو يقوم بالاكشن بتاعه على مستوى يعني البوست جانجليونيك، البوست جانجليونيك يعمل اكشن بتاعه امتى؟ براحتنا، فدي تبقى ميتابوتروبيك عادي. فكل البريجانجليونيك نيرونز او البريجانجليونيك نيرونز كانت شغاله ب كانت شغاله بنيكوتينيك ريسبتور. اما البوست جانجليونيك، البوست جانجليونيك دي اللي هي كانت موجوده في البارا سمباثيك كلها، والبوست جانجليونيك بتاعت السمباثيك بتاعت السويت جلاند بس، دي تبقى شغاله بميتابوتروبيك ريسبتور. تمام، بس فالنيكوتينيك ريسبتور موجوده فين؟ اكتبوا كده النيكوتينيك، ممكن تقريبا مش مكتوبه، النيكوتينيك هي البري جانجليونيك، اما الماسكارينيك دي بوست جانجليونيك. تمام، النيكوتينيك ريسبتور برضو بتبقى موجوده في الادرينال مدلع عشان تطلع كاتيكولاميس، وتبقى موجوده في السكيتال ماسل عشان تعمل سكيتال ماسل ايه كونتراكشن. اما اللي هي الماسكارينيك ريسبتور بتبقى موجوده اول بريفر اورجانز، دي اول بريفر اورجانز يعني بوست جانجليونيك، بتبقى موجوده كمان في الهارت. احنا قلنا ان الاكشن بتاع الباراسمباثيك على الهارت مش هو المين اكشن، يعني ما حدش مثلا يقول ايه ده الهارت وانا عايزه في الهارت الموضوع يتم ببطء، يعني عايزه ميتابوتروبيك ريسبتور او الماسكارينيك ريسبتور اللي هي البطيئه، لا ما هي مش دي اللي مشغله الهارت، اللي مشغله الهارت هي الاس اي نود والاي في نود بتاعته، انما اللي راح الهارت دي راح تعمل شغل فرعي كده، راح تعمل ريجوليشن، راح يعني راح تعمل تهديه شويه، راح بما انها راح تهدي فتبقى بطيئه هي كمان، تبقى من النوع ميتابوتروبيك ريسبتور. وبقيت بقى الاكزوكراين جلاند، الاكزوكراين جلاند مثلا سويت جلاند او الحاجات دي، يعني منطقي مثلا في الجلاند تبقى عايزه الاكشن بتاعها يتم بالراحه، يعني عايزه مثلا اطلع سويت او العرق او الكلام ده يتم بالراحه عشان افقد حراره، ما افقدش حراره كده مره واحده بسرعه تبقى نيكوتينيك ريسبتور، لا تبقى ماسكارينيك بالراحه، افقد حرارتنا بالراحه وكده الاكشن يتم بالراحه، تبقى بطيئه يعني ايه بالراحه دي. تمام، برده مثلا حاجات بتبقى في السموث ماسل بتاعه الجي اي تي ويوريناري تراكت والكلام ده، ده بقى اللي هو ايه ريست اند دايجست اللي هو زي ما قلنا بوست جانجليونيك. تمام،
طيب النيكوتينيك ريسبتور. طيب بما ان بقى اكزيتاتوري ولا انهيبيتوري، مش هنستهبل، هو النيوتر الاسيتايل كولين هو اكزيتاتوري في كل الاماكن ما عدا الهارت. احنا قلنا الهارت فين؟ قلنا الهارت في المسكرينك، يبقى النيكوتينيك اولموست اكزيتاتوري في كل اكزيتاتوري على طول. المسكرينك ممكن تبقى اكزيتاتوري او انهيبيتوري لان الهارت برضو مسكرينك ريسبتور. تمام. تاني حاجة العدد بتاعهم النيكوتينيك ريسبتور دول، تلات انواع من الريسبتور اللي هو NN وNM باين وNG، مش معين الدكتور ما اكدتش عليهم او قالت بس عايزاكوا تعرفوا ان النيكوتينيك ريسبتور دول تلات انواع. اما المسكرينيك ريسبتور دول خمس انواع. ادي هم النيكوتينيك ريسبتور مفروض تلات انواع، المسكرينيك هما خمس انواع اللي هما M1 M2 M3 M4 M5. تمام. فتاني النيكوتينيك ريسبتور اكتبوا جنبها ان هي موجوده بري جانجليونيك، انا عايزه انقل النيرف امبولس بسرعه يوصل للتارجت تيشو وتقوم بالاكشن بتاعها براحتها بقى، فانقل النيرف امبولس اوصلها بري جانجليونيك بسرعه تبقى نيكوتينيك. اما البوست جانجليونيك براحتها تبقى ماسكارينيك. تمام. النيكوتينيك برضو بتبقى موجوده في السكيتال ماسل، بتبقى موجوده في الادرينال جلاند. انما قلنا الماسكرينيك بوست جانجليونيك بس، بتبقى موجوده في الهارت. قلنا الهارت ده المكان الوحيد اللي كان انهيبيتوري. بقيت بقى الحاجات الاكزوكراين جلاند والسموس ماسل والسموس ماسل بتاعه الجي اي تي يونيري تراكت والبرونكاي، ده كلها ايه؟ بوست جانجليونيك. تمام. طيب سينسز اند ديجريديشن اوف اسيتايل كولين. اسيتايل كولين هنقولها من الايه، من البتاع، من المعادله اللي تحت دي. الاسيتايل كولين هو اسمه ايه؟ اسيتايل كولين. يبقى بيتكون ازاي؟ بيتكون من بنجيب كولين، بنجيب حاجه اسمها اسيتايل كو اي، بيتحدوا مع بعض عن طريق انزيم اسمه كولين اسيتايل ترانسفيريز، وبيطلع حاجه اسمها كواش. فالاسيتايل كو اي ده كان داخل اسيتايل كو اي، لا نخرج الكو اي الخضره دي مش عايزينها، تخرج في صوره كواش، فيبقى اسيتايل وكولين، يبقى اسيتايل كولين. الانزيم اسمه ايه؟ كولين اسيتايل ترانسفيريز. بيكوني اسيتايل كولين. طب لما بيجي يكسر، بيكسر بانزيم اسمه اسيتايل كولين ستريز او كولين ستريز، يكسر الاسيتايل كولين لاسيتيك اسيد اللي هو الخل، اللي هو او الاسيتيت ده الخل، اللي هو حمض ده خل. خليكم فاكرين الاسيتيك اسيد ده خل، مش يعني مش مهم قوي بالنسبه لي. اللي مهم واللي لازم احافظ عليه هو الكولين. الكولين ده اللي هو هعمل له ريسايكل تاني وهيطلع تاني الخليه، او الخلية تستخدمه تاني عشان تطلع اسيتايل، تصنع اسيتايل كولين جديد، انها تمسك الكولين الازرق ده تاني، تمسكه تاني مع اسيتايل كو ايه، وتكرر نفس السايكل من هنا. ادي اهو على الرسمه بقى، ادي الاسيتايل كولين، ادي سينسز اوف اسيتايل كولين الاول صنعناه. صنعناه ازاي؟ صنعناه من الكولين اتحد مع الاسيتايل كو اي وخرجنا كو اش عن طريق الانزيم. المهم ان طلعنا الاسيتايل كولين، حصل له ابتيك في الفيزيكلز، يعني دخل جوه الفيزيكل، بعد كده لما جه النيرف امبلس وعايزين نخرجه يخرج من الفيزيكل، يخرج يشتغل يمسك في الريسبتور بتاعه ويقوم بالاكشن. بعد ما يخلص في انزيم موجود في السينابتيك كليفت اللي هو الاسيتايل كولين ستريز، يكسره الاسيتيك اسيد مش عايزينه، دخل هنعمل بيه ايه؟ كولين. الكولين هو اللي نبقى شخبطت عليه، الكولين هو اللي نبقى عايزينه بعد كده يرجع يطلع تاني ويحصل له ريسايكلينج تاني ويطلع ويعمل لي اسيتايل كولين ونكرر نفس الكره تاني. فالانزيم اللي بيصنعه اسمه ايه؟ كولين اسيتايل ترانسفيريز، لان هو نقل او عمل ترانس، يعني نقل اسيتايل للكولين، فبقى كولين اسيتايل ترانسفيريز. الانزيم اللي كسره اسمه ايه؟ اسيتايل كولين استريز، ايز يعني يكسر. تمام. فنراجع تاني على الاسيتايل كولين، هراجع من الاماكن من السلايد دي. موجود فين؟ قلنا موجود في النيورو ماسكولار جانكشن او الموتور اند بليت، لما يعني مكان ما الموتور نيرف رايح يغذي السكيتال ماسل. طيب موجود في حاجه اسمها بيزال جانجليا، ما تنسوهاش. موجود في حاجه اسمها موجود في الاوتونوميك جانجليا، في البري جانجليونيك بتاعه البري جانجليونيك نيورونز كلها، البوست جانجليونيك بتاعه الباراسمباثيك كلها، والبوست جانجليونيك بتاع السمباثيك اللي موجوده في السويت جلاند بس. تمام. ويبقى موجود كمان في البري جانجليونيك سمباثيك فايبرز اللي راحه للادرينال جلاند، تخليها تطلع ادرينالين ونور ادرينالين، تبقى شغاله بالاستايل كولين. تمام. تاني الباراسمباثيك كلها شغالة بالاسيتايل كولين، سواء على مستوى بري او بوست جانجليونيك. السمباثيك البري جانجليونيك
كلها شغالة بالاستايل كولين، البوست جانيونيك بس مع السويت جلاند، وكمان البري جانيونيك سمستيك فايبرز راح الادرينال جلاند تخليها تطلع ادرينالين نور ادرينالين، برضو بتبقى شغالة بالاستايل كولين. طيب الفانكشن من الاماكن، موجود في السكيت المصري، يعني سكيت المصري كونتراكشن، موجود في البيزل الجانجليا، هتعرفوا الفانكشن بتاعته بيزل الجانجليا، موجود في الاوتونوميك جانجليا. فالبري جانجليونيك يبقى الفانكشن رقم 3 دي اللي هي ترانسميشن للنيرف امبولس عند الاوتونوميك جانجليا. موجود بوست جانجليونيك في الباراسمباثيك، فيبقى فيقوم في الترانسميشن للنيرف امبولس في الحاجات بتاعه الباراسمباثيك اللي هي الهارت ماسل والسموث ماسل والجلاند، رايح في الادينال جلاند يطلع كاتيكولامينز. طيب هو اصلا بطبيعته اكزيتاتوري ولا انهبيتوري؟ لا هو مينلي اكزيتاتوري، فيما عدا الاكشن بتاعه على الهارت يروح يبقى انهبيتوري، تمام، راح يهدي الاس اي نود والاي في نود شويه، تمام. طيب الريسبتورز عايز اعرف ان هم نوعين، نيكوتينيك ريسبتور وماسكارينيك ريسبتور. النيكوتينيك ريسبتور دول في منهم 3 سب تايبس، الماسكارينيك ريسبتور في منها 5 سب تايبس. طيب النيكوتينيك ريسبتور دي نوعها ايونوتروبيك ريسبتور، اما الماسكارينيك ريسبتور دي فدي نوعها ميتابوتروبيك ريسبتور. النيكوتينيك ريسبتور سريعه، فانا محتاجه السرعه فين؟ محتاجه السرعه لما اجي اعمل ترانسميشن نيرف امبولس عند الاوتونوميك جانجليا اللي هي البري جانجليونيك، فكل البري جانجليونيك كلها نيكوتينيك ريسبتور. اما وكمان برضو بقى محتاجه السرعه على مستوى السكيتال ماسل كونتراكشن والادرينال المضله تطلع لي كاتيكولاميز. طيب بالنسبه للماسكارينيك ريسبتور بتبقى موجوده فين؟ بوست جانجليونيك. بوست جانجليونيك دي اللي بتبقى موجوده في الهارت، بتبقى موجوده في الجلاند، في السموث ماسل وهكذا. النيكوتينيك مينلي اولموست اكزايتاتوري، انما الماسكارينيك دي اللي قلنا فيها الهارت، يبقى الهارت هو الوحيد اللي كان انهبيتوري، فممكن تبقى اكزايتاتوري وممكن تبقى انهبيتوري، تمام، ممكن تبقى اكزايتاتوري ممكن تبقى انهبيتوري، تمام. بس طيب عايزين بس نرجع على حاجه في البتاع دي، احنا قلنا فيها الاماكن، عايزه ارجع هنا بقى على الانواع الريسبتور. من الرسمه دي احنا قلنا كل البريجانجليونيك، لو تاخدوا بالكم اسيتايل كولين، كل البريجانجليونيك اسيتايل كولين، وان كلمه ان دي يعني نيكوتينيك ريسبتور. نيكوتينيك ريسبتور قلنا عايزين نوصل النيرف امبولس يوصل بسرعه، انما يروح التارجت تيشو بتاعته ويقوم بالاكشن يقوم براحته بقى، تمام. برضو على مستوى السكليتال المصل او الموتور اند بليت بتبقى برضو نيكوتينيك ريسبتور. اما الماسكارينيك موجوده فين؟ ماسكارينيك بوست جانجليونيك، بوست جانجليونيك بتاعه الباراسمباثيك ادي ماسكارينيك ريسبتور، بوست جانجليونيك بتاعه السمستيك اللي في السويت جلاند برضو ماسكارينيك ريسبتور. طيب بالنسبه بقى لكتروح الادرينال جلاند دي نيكوتينيك ريسبتور، تمام. يبقى تاني نيكوتينيك وماسكارينيك. النيكوتينيك بتبقى موجوده بري جانجليونيك، بتبقى موجوده في بص النيكوتينيك اللي هي باللون الاخضر ده نيكوتينيك بري جانجليونيك، وبتبقى في بتاعه السموس اللي قصدي السكليتال ماسل راح تعمل سكليتال ماسل كونتراكشن، واللي راحه للادرينال جلاند تاخد ليها تطلع ادرينالين وادرينالين، دول اللي بالاخضر دول كده اللي هم الايه النيكوتينيك. اما الماسكارينيك، الماسكارينيك هي البوست جانجليونيك، بس البوست جانجليونيك فين؟ خلاص يا عم، البوست جانجليونيك بتاع الماسكارينيك دي، والبوست جانجليونيك بتاع اللي هي الدنيل عليا، البوست جانجليونيك بتاع الباراسمباثيك ماسكارينيك، والبوست جانجليونيك بتاع السمباثيك اللي راح للسويت جلاند بس برضو ماسكارينيك، تمام. يعني اتمنى تكونوا فاهمين. بس ده بالنسبه لي الاسيتايل كولين، اسيتايل كولين ريسبتور، نيكوتينيك وماسكارينيك. وقلنا السنسز والديجراديشن، الانزيم اللي بيصنعه اسمه كولين اسيتايل ترانسفيريز، ده الكولين بيمسك مع الاسيتايل كو اي بيتحدوا مع بعض ويطلع حاجه اسمها اللي هو الكواش ده، فبيعمل اسيتايل كولين. الاسيتايل كولين بعد ما يقوم بالاكشن بتاعه بيتكسر في انزيم كده موجود بالساينابتك كليفت هنا اسمه اسيتايل كولين ستريس، يكسر الكولين واسيتيك اسيد. اللي يهمني الكولين، الكولين يطلع تاني اللي هو ده، يطلع تاني ويعيد السايكل تاني اللي هي السايكل دي، تمام. يبقى بس طيب تاني حاجه اللي هو الادينوزين، سلايد واحده بس. الادينوزين
تاني نيو ترانسميتر يعني معانا هو الادينوزين. الادينوزين ده ريسبتور بتاعه هو جي بروتين كابلد ريسبتور اللي هو ميتابوتروبيك ريسبتور. بيبقى موجود اكتر اللي هو الادينوزين ريسبتور دي بقى موجوده اكتر في البرين. الهايست دنسي اوف ادينوزين ريسبتور وزين ذا برين بقى موجود بكميه كبيره في البرين. هو الادينوزين فانكشن بتاعته هو انهيبيتور نيو ترانسميتر. يبقى الاستايل كولين كان اكزيتاتوري مينلي ما عدا بس الاكشن بتاعه على الهارت كان انهيبيتوري، اما الادينوزين كان ده انهيبيتور نيو ترانسميتر. طيب الادينوزين اكشن بتاعه ان هو شغال سنترال وبريفرال. سنترال في السي ان اس بيبقى ما في اللي هتاخده محاضره سليب بيبقى شغال فيها حاجه اسمها ريتيكولار فورميشن. هو موجود انهيبيتوري نيو ترانسميتر عشان انهيبيتوري يسبريس الاراوزال، يعني هو ده بتاع النوم ان بينيمنا. سبريس الاراوزال، اراوزال يعني صحيان، بيسبريس الاراوزال يعني سبريس الاراوزال ذات بروموتنج للسليب، يعني اراوزال يعني صحيان لما يسبريس الاراوزال يعني ننام. تمام. طيب ده كده سنترال. طيب بالنسبه بقى للبريفرال، بريفرال بقى اللي هو انتي انفلاماتوري، بيعمل فازو دايليتيشن، بيقلل هارت ريت، ما هو يعني هو انهيبيتوري. تمام. فهو انهيبيتوري نيو ترانسميتر هيعمل ايه؟ انتي انفلاماتوري، يعمل فازو دايليتيشن، يقلل هارت ريت، يعمل لما يعمل فازو دايليتيشن يعمل برونكوس باز، انديوس برونكوس بازم في اللنج. بصوا احفظوها كده، ليه سنترال وبريفرال. سنترال ده ان هو بيسبرس الاراوزال فبيبروموت السليب. بريفرال ده ان هو شغال كانتي انفلاماتوري، بيعمل فازودايليتيشن. فازودايليتيشن بيعمل برونكو فازودايليتيشن، تفكرنا ببرونكو سبازم، دايما الفازودايليتيشن عكسها برونكو كونستريكشن، فبيعمل فازودايليتيشن برونكو سبازم وبيقلل هارت ريت. طيب السنسس بيتصنع من حاجه اسمها ادينوزين مونوفوسفيت. تمام. يبقى الادينوزين تاني هو الريسبتور بتاعه هو جي بروتين كابلد ريسبتور، موجود بكميه كبيره في البرين. طيب هو اكزيتاتوري ولا انهيبيتوري؟ لا هو انهيبيتوري، انهيبيتوري نيو ترانسميتر. الاكشن بتاعه هو شغال سنترال وبريفرال. سنترال بتاع النوم اللي هو بينهبيت او بيسبريس الاراوزال يعني فيخلينا ننام. بريفرال ان هو شغال انتي انفلاماتوري، يعمل فازو دايليتيشن، يقلل هارت ريت، يعمل برونكوس بازم او برونكو كونستريكشن في الايه في اللنج. طيب السنسس بتاعه بيصنع من ايه؟ من ادينوزين مونوفوسفيت اي ام بي. طيب احنا خلصنا المحاضره. دي اسئله او ماشي، خلينا نقول اسئله. بيقول لك بصوا معلش خلينا نراجع الاول احنا خدنا ايه قبل ما نقول الاسئله. ماشي. اول حاجه خدنا الديفينيشن، نيو ترانسميشن ده نيو ترانسميتر قلنا ان هو كيميكال سبستنس بتنقل نيرف امبولس من بري سينابتيك نيرون لبوست سينابتيك نيرون، او ان هي بقى سيكريتد من النيرون عند السينابس بتكوميونيكيت النيرفز مع بعض او بتكوميونيكيت النيرف مع التارجت تيشو. طيب الريسبتور قلنا ان التايبس اوف ريسبتور يا اما ايونوتروبيك ريسبتور يا اما ميتابو تروبيك ريسبتور. مقارنه سريعه على الايونوتروبيك ريسبتور، دي في حد ذاتها هي عباره عن ايونت شانل. اول ما النيو ترانسميتر يمسك في الريسبتور بتفتح الايونت شانل دي وتدخل ايونز، او لو هي كانت مفتوحه تقفل يعني تحبس الايونز دي. تمام. ده بالنسبه للايونوتروبيك. او بالنسبه بقى للميتابوتروبيك، لا هي الميتابوتروبيك هي الميتابوتروبيك هي جي بروتين كابلد ريسبتور. هي ماسك فيها حاجه اسمها جي بروتين. الجي بروتين ده بيتكون من 3 سبيوت الفا وبيتا وجاما. اول ما نيو ترانسميتر او بقول عليه في الميتابوتروبيك ريسبتور اسمه برايمري ترانسميتر، اول ما يمسك في الجي بروتين بيحصل اكتيفيشن للجي بروتين فيمسك فيها الجي تي بي. الجي تي بي يمسك في الالفا ويعملوا مع بعض جي تي بي الفا كومبلكس. الكومبلكس ده ممكن من ضمن الفانكشن بتاعته ان هو ان هو يروح يفتح ايونت شانل او يقفل ايونت شانل، يعني على حسب. طيب فالايونوتروبيك ريسبتور دي كانت سريعه، اما الميتابوتروبيك بطيئه. الايونوتروبيك ريسبتور كان الاكشن بتاعها بيقتصر بس على مستوى يا ربي على مستوى السلمن برين، تعمل هايبر بولاريزيشن او دي بولاريزيشن على حسب. انما الميتابوتروبيك ريسبتور كان الاكشن بتاعها بتغير الميتابوليزم بتاع الخليه كلها. الايونوتروبيك ريسبتور مثال عليها النيكوتينيك ريسبتور بتاعه الاستايل كولين، اما الميتابوتروبيك ريسبتور مثال عليها هو الماسكارينيك ريسبتور برضو بتاعه الاستايل كولين. تمام. ده كده التايبس اوف ريسبتور.
طيب الكلاسيفيكيشن اوف الكلاسيفيكيشن، قلنا كلاسيفيكيشن اكوردنج للكيميكال نيتشر، في حاجات كانت مونو امينز، في حاجات امينو اسيدز وامينو اسيد درايفاتيفز، كان في جازز، كان في اللي هم البيورين ميسيلينيوس زي الاستايل كولين. طيب اكوردنج للاكشن، في اكزيتاتوري انهبيتوري، اكزيتاتوري دي بتعمل دي بولاريزيشن، اما الانهبيتوري دي كانت بتعمل هايبر بولاريزيشن. الاكزيتاتوري كانت بتشغل على البوتاسيوم وصوديوم شانل، كانت بتفتح صوديوم شانل وتقفل بوتاسيوم شانل، اما الانهبيتوري نيورو ترانسميتر كانت بتعمل هايبر بولاريزيشن، هي شغاله على بوتاسيوم وكلورايد شانل وكانت بتفتحهم هما الاثنين. اتكلمنا شويه عن الاستايل كولين، عن الادينوزين، خلينا بقى نلحق نحل اسئله. اول سؤال معانا ده ترو فولس، ان ميتابوتروبيك ريسبتور ذا نيورو ترانسميتر از كونسيدرد سيكندري ترانسميتر، النيورو ترانسميتر سيكندري ترانسميتر؟ لا احنا قلنا قلنا برايمري ترانسميتر، لان في سيكندري ترانسميتر تانية ممكن تروح تعمل له اكتيفيشن يعني، فالنيورو ترانسميتر هو برايمري ترانسميتر. طيب امال في الايونوتروبيك ريسبتور، الايونوتروبيك ريسبتور كان النيورو ترانسميتر ممكن اسميه ايه؟ ليجند. يبقى الايونوتروبيك ريسبتور النيو ترانسميتر كان اسمه ليجنت، الميتابوتروبيك ريسبتور النيو ترانسميتر ممكن اقول عليه برايمري ترانسميتر. طيب الماسكارينيك ريسبتور، الماسكارينيك ريسبتور از ميتابوتروبيك ريسبتور ام ام وان ان، النيكوتينيك كانت ايونوتروبيك والماسكارينيك كانت ميتابوتروبيك. طيب اول اوف ذا فولوينج از كونسيدر مونو امين نيو ترانسميتر اكسبت، دوبامين كان مونو امين والادرينالين والسيروتونين، انما الجلوتامين لا، الجلوتامين ده كان امينو اسيد. طيب which of the following is considered inhibitory neurotransmitter؟ الجابة انا قلت لكم في نص الكلام، الجابة هو المين انهيبيتوري وهتعرفوه اكتر، بس لو مش عارفينه حتى اعتبروا نفسكم مش عارفين. الادينوزين لسه واخدين هو انهيبيتوري، الاسيتايل كولين في الكاردياك ماسل برضو انهيبيتوري. طيب يبقى all of the above، هي all of the above، حتى لو جابة مش عارفين هو كان انهيبيتوري لا، بس الاثنين التانية احنا عارفين هو انهيبيتوري. طيب تاني حاجة خامس سؤال، النيكوتينيك ريسبتور اوف اسيتايلكولين از اولموست اكزيتاتوري، صح قلنا النيكوتينيك اولموست اكزيتاتوري، انما الماسكارينيك كانت ممكن تكون اكزيتاتوري وانهبيتوري. تمام كده خلاص، ثانك يو وكل سنة وانتم طيبين، ولو عايزين اي حاجة احنا معاكم. اروح افطر بقى.